حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. أنور وجدي. أحد رواد السينما المصرية ومن كبار صناعها منذ بداية الأربعينات وحتى رحيله في منتصف الخمسينات، شارك في أهم الأفلام التي سجلت انطلاقة السينما في مصر، كما اشتهر بأدوار الفتى الأول حتى أطلق عليه لقب فتى السينما الأول. لم تقتصر أدواره على هذا فحسب، فهو واحد ممن ساهموا في صناعة وتطوير السينما المصرية وقدم لها العديد من الأفلام الشهيرة والناجحة، فكان نجم شامل، ممثل ومخرج ومؤلف. اشترك في 6 أفلام من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهم العزيمة سنة 1932، غزل البنات 1949، ريا وسكينة 1953، أمير الانتقام 1950، الوحش 1954، غرام وانتقام عام 1944. كان بطلاً ل4 أفلام منهم، وتعامل مع مجموعة من أهم مخرجين تلك الفترة، منهم أحمد جلال وأحمد سالم وتوجو مزراحي وأحمد بدرخان. إنه الفنان أنور وجدي، تابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاباً للفيديو. ولد الفنان أنور محمد يحيى الفتال يوم 11 أكتوبر عام 1904 في حي الويلي بمحافظة القاهرة، لأم مصرية وأب سوري حاصل على الجنسية المصرية. اختار لقب وجدي لكي يقترب من قاسم وجدي المسؤول عن الممثلين الكومبارس حينما كان يعمل بالمسرح. كانت أسرته بسيطة، فقد كان والده يعمل في تجارة الأقمشة بحلب، ثم انتقل إلى مصر بعد أن بارت تجارته، مما جعل أسرته تتعرض للإفلاس وتعاني الفقر والحرمان الشديدين، إلا أنه كان يملك سلاح الإرادة والتحدي والصبر والعزيمة، فعمل بالعديد من المهام، ولكنه لم يكن منتظما في العمل بسبب عمله كهاون في عدد من الفرق الفنية الصغيرة، حيث انضم لفرقة بديع بصبني وهو لا يزال في 15 من عمره، حيث برزت موهبته الفنية في سن مبكر، الأمر الذي جعله يترك الدراسة لكي يتفرغ للفن. جاءت الانطلاقة الحقيقية في مشوار الفنان الراحل أنور وجدي عندما التحق بفرقة رمسيس المسرحية التي أنشأها يوسف وهبي. وعلى الرغم من أن عمله في بداية التحاقه بالفرقة لم يكن يزيد على عامل إكسسوار، إلا أنه كان سعيداً بهذا العمل، منتظراً الفرصة التي تمكنه من تحقيق حلمه واقتحام عالم الفن عبر أحد أهم الفرق الفنية في مصر. لم ينتظر وجدي كثيراً، فسرعان ما لفت أنظار يوسف وهبي فأعطاه الفرصة ليصعد على خشبة المسرح لأول مرة في عام 1927 في دور ثانوي بمسرحية يوليوس قيصر أثناء إحدى جولات الفرقة في أمريكا اللاتينية، حيث أظهر موهبته كممثل واعد يملك الحضور على المسرح بالإضافة إلى موهبة وقدرة على الأداء. واصل الصعود كممثل، حيث بدأ يأخذ أدواراً أكبر في مسرحيات فرقة رمسيس، ثم تنقل بين الفرق المسرحية حتى استقر في الفرقة القومية وعمل بها 5 سنوات. استطاع خلالها أن ينتزع مكانه كفنان أول، ثم قرر الاتجاه إلى السينما بعد أن اختاره الفنان يوسف وهبي للمشاركة في فيلم أولاد الذوات عام 1932. وعندما أثبت حضوراً لافتاً أمام كاميرات السينما، رشحه مرة أخرى للمشاركة في فيلم الدفاع عام 1935. توالت أدوار أنور وجدي على الشاشة حتى بلغ رصيده الفني حوالي 55 فيلماً، أخرج منها 13 فيلماً وأنتج حوالي 20 فيلماً، كما يصل مجمل أعماله إلى حوالي 92 فيلماً، حيث أبدع في جميع هذه النواحي ما بين تمثيل وإنتاج وإخراج وتأليف.
من أبرز أعماله السينمائية أربع بنات وضابط، ذهب، راية وسكينة، قطر الندى، وغزل البنات. تزوج الفنان أنور وجدي من الفنانة ليلى مراد عام 1945، واعتبرت هذه الزيجة واحدة من أشهر الزيجات الفنية، حيث قدما معاً عدداً من الأعمال السينمائية الناجحة التي أثرت في تاريخ السينما المصرية. ولكن سرعان ما تم انفصالهما عقب زواج استمر حوالي 7 سنوات، ليتزوج بعد ذلك من الفنانة ليلى فوزي التي استمرت معه حتى وفاته عام 1955. وكان قبل ذلك قد تزوج من إلهام حسين التي انفصل عنها عقب فترة قصيرة. كان أنور وجدي مصاب بمرض وراثي في الكلى، وهو مرض الكلية متعددة الكيسات. كان في بداية الخمسينيات من عمره عندما بدأ يشعر بأعراض المرض، لكنه كان يتناساها. لكن مع تعرضه لأزمة صحية نصحه الأطباء بضرورة السفر إلى فرنسا وعرض نفسه على الأطباء، ولكن المرض لم يكن له علاج في ذلك الوقت. ثم ساءت صحته للغاية فنصحه الأطباء بالسفر إلى السويد، حيث هناك طبيب اخترع جهازاً جديداً لغسيل الكلى وكان الأول من نوعه. وبالفعل سافر إلى هناك وأجرى الأطباء جراحة دقيقة، لكنها لم تفلح في إنقاذه، فقد تدهورت حالته وتأكد الأطباء أن لا أمل في شفائه حتى بمساعدة الكلية الصناعية. وفقد بصره في أواخر أيامه، كما عانى من فقدان الذاكرة المؤقت، إلى أن توفي يوم 14 من مايو سنة 1955 قبل أن يكمل 51 عاما. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.